مثل ما بنحكي دائما انه نحن فخورين بالشباب السوري وين ما كانوا موجودين ورد، وكثير حلو انه نشوف شباب بلدنا عم يشاركوا وينجحوا بمجال مثل مجال التكنولوجيا والروبوتات، ويستخدموا هالمعرفه يلي عندهم والتقنيات يلي بيمتلكوها لمساعده بلدهم وحل بعض مشكلاتها. تماما، يعني وبيجيكي واحد بيقول لك يعني شو عم يخترعوا هدول الشباب؟ هدول معمولين برا من زمان، بس نحن لما بنقول بظل ظروفنا بسوريا اللي عم نعيشها بتوافر الامكانات الجدا ضئيله وعم يطلع معهم هالقصص، فهذا انجاز كثير مضاعف وكثير كبير. فريق ساي بوتس عم يشارك حاليا بالمسابقه العالميه فيرست جلوبال تشالنج اللي بلشت ب 27 حزيران الماضي ومستمره حتى 28 ايلول الحالي. حيكون معنا مدرب الفريق المهندس مهند الخضري ليخبرنا اكثر عن الفريق وعن المسابقه ووين وصلوا فيها، وبدنا نرحب ايضا بمحمد سامر اللي موجود معنا كمان لحتى يحكي لنا تجربته عن فريق سايبوت. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم، مبسوطين كثير بوجودكم معنا لليوم. استاذ مهند، بدايه كل الاشخاص يمكن اللي عم يسمعونا هلا ممكن كثير منهم ما يكون عندهم فكره مين هنن سايبوت، فلو نعرفهم بالمختصر عن فريقكم. نحن فريق سايبوتس بلشنا من مجموعة مهندسين شاركنا من قبل بمسابقات الروبوتك بسوريا ولبنان باسم جامعة دمشق وجهات تانية. حبينا نعمل يعني هيك مثل فريق مستقل، نحاول يعني نعمل شيء ما نكون فيه عندنا مثلا جهة كثير عم تتحكم بينا نحن شو بدنا نساوي، وشكلنا فريق سايبوتس. يعني هذا الابداع او الافكار يلي كلياتها موجوده حابين نطبقوها بدون ما حدا يقول لكم لا وايه وبصير وما بصير. تمام، الى حد ما. وحبينا ناخذ هي التجربه، وكانت يعني قصه المسابقه هي فرصه لحتى نحن يعني نتجمع عن جد مع بعض فيها ونجمع طلاب وعن جد نكمل هذا الفريق. تمام، نحن فريق مهندسين هيك بلشت. شو درست حضرتك؟ خريج درست حواسيب واتمته. حواسيب واتمته. محمد سامر صباح الخير مره ثانيه. شو درست؟ هلا صف 11 علمي. 11. تمام، يعني من الهندسه والخريجين لهلا عم يرسموا مسارهم الاكاديمي. كثير برافو. ليش اتبعت فريق سايبوتس؟ كيف تعرفت عليه هون وشو مشاركتك معهم؟ تمام، هلا انا من زمان عندي طموح الروبوتك والتكنولوجيا وهالقصص، بحب بهتم فيها يعني. وحسيت انه مشاركتي بالفريق رح تنمي لي طموحي ورح اقدر اوصل لأبني واقدر مارس طموحي واحلامي. شاركت، تعرفت عليهم عن طريق الفيسبوك وانضميت للفريق. و شو اشتغلت معهم؟ هات لنشوف من لما تعرفت عليهم امتى كان هذا الموضوع؟ قبل تاريخ المسابقه تقريبا باسبوع. فقط. جديد يعني. شو عم تحضروا هلا معهم؟ نحن بشكل عام بالامور الغير تقنيه عم نشتغل الفريق كلياتنا سوا، ما في حدا انه بياخذ مهمه معينه، كلنا بنشتغل كلياتنا سوا. على فكرة محددة. تمام، بالامور التقنية كل واحد بياخذ الشيء اللي بحبه والشيء اللي بيمارسه يعني اللي بيبدع فيه. تمام. بالنسبة لي انا بحب موضوع الميكانيك والتطبيق وتركيب الروبوت يعني بشكل عام. وهذا هو. تمام. كثير حلو، بس سؤال سامر، بالبيت بتقعد بتفكفك اشياء وبتركب يعني انت منين اصلا اجتك الفكره؟ يعني لسه بالمدرسه ما طلعت على الجامعه لحتى تبلش يعني مثلا عن سياره شغله درون مثلا قديمه كذا طيارات يعني ما بتفكفكم طبعا بالبيت بنقعد بنفكفك بنرجع بنركب. بس لا قلت انه درون وهالقصص ايه ممكن يعني مثلا فكفك الدرون يعني ايه فكفك الدرون وبظبطها عادية السيرة بالنسبة له يعني. نحن إذا درون موجود الكتالوج عنا وبدنا نشغلها نطيرها شوي ممكن المشكلة تكون كبيرة. أكيد. كمان عم تشاركوا بمسابقة عالمية حاليا مثل ما ذكرنا بلشت ب 27 حزيران اللي هي فيرست جلوبال تشالنج، تحكي لنا عن فكرة المسابقة بشكل عام وشو مشاركتكم؟ هلا مسابقة فيرست جلوبال تشالنج هي مسابقة عالمية بشكل أساسي بمجال الروبوتك. هي يعني تاخذ فريق واحد من كل دوله. حلو. وبتقام كل سنه ببلد معين. الهدف الاساسي كان انه يعني تنفيذ مهمه لحل مشكله معينه بتكون غالبا يصمم الفريق روبوت يحل هي المشكله، وبيتم عرض وتتنافس الفرق بين بعضها اثناء المسابقه. تمام. هذا الحكي كان بال 2019 لما هي كانت المسابقه يعني في سفر وقادرين الفرق تجتمع بدون كورونا نروح ونجي. تماما. تماما. هلا المسابقه اختلفت مفاهيمها شوي، صار عم تدخل فيها يعني مهارات مختلفه مو بس موضوع الروبوتك.
صار عم يدخل فيها قصص اكثر لعن جد التفكير بمشاكل المجتمع وحلولها. حلو، يعني نقيتوا مشكله عنا بالبلد؟ هلا حاليا بالمسابقه بس قل لي اي وحده منهم. اعطينا وحده من هالمشاكل. حاليا نحن ماشيين بشكل اساسي موضوع التعليم. تعليم؟ تعليم اونلاين مثلا؟ هلا يعني موضوع التعليم اونلاين بشكل مباشر هو صعب شوي بالنسبه لوضع بلدنا، يعني انه الطلاب اصلا هن بيداوموا بالمدارس بس بنفس الوقت ممكن يكون بحاجه دعم تعليمي اكثر من موضوع انه هو بديل عن المدرسه، فعم نركز على هذا الموضوع، نحن محاوله موضوع يعني دعم التعليم اكثر. تماما حلو، بالتقنيات المتاحه وبابتكار تقنيات جديده، اصلا كل رسائل الماجستير والدكتوراه من فتره كلها صار عناوينها في ظل جائحة كورونا. تمام. التعليم بظل كورونا. تمام. الإنجاز، التربية، الطب، الصيدلة كله في ظل كورونا، لأنه كورونا كانت درس للبشرية. أكيد. كلها سامر، يعني شو الدور يلي عم تعمله هالسنة مع فريق سايبوتس؟ يعني قلت أنه بنشتغل كلنا نحن بفريق واحد، ما في كتير مهمات محددة إلا بالمهمات التقنية. تمام. شو اللي تعلمته من فريق سايبوتس من هالفترة القصيرة؟ يعني تنظيم، تدريب أكثر؟ تمام، أنا تعلمت يعني الشغل الجماعي، الشغل كفريق بإيد وحدة، يعني كنا إحنا مثلاً عددنا بنشتغل جماعياً. وتعلمت من خبرات الفريق الثاني، مثلاً واحد بيعرف برمجة بيعرف شغلات تانية، وأنا فدته من خبراتي وتعلمنا، شاركنا الخبرات والأفكار كلها سوا. يعني حلو كتير، فكرة حلوة، يعني فكرة العمل الجماعي بالأساس هي شيء كتير ممتاز، وحتى بأعمارهم الواحد بيتعلم بياخد خبرات كتيرة من يعني من المهندسين اللي موجودين، أو حتى من الأطفال اللي هن أطفال مبدعين يعتبروا، أو شباب مبدعين بالأحرى. طيب خلينا نحكي شوي، حكيت إنه ب 2019 كانت المسابقة منسافر منقدر نروح منرجع، ولكن بظل ظروف كورونا ما عاد في هذا الشيء. يمكن السنة الماضية كمان كانت المسابقة أونلاين. تماما، ما كان في مشاركة يعني موجودة ببلد معين. تمام. السنة شو الوضع؟ شو عم تعملوا؟ هلا كمان السنة قلنا أونلاين. هلا هي السنة الماضية كان الحظر بمعظم الدول، الحظر شبه كلي. فكانوا كتير القصص هي يعني بعيدة شوي عن التقنية، كان عم يحاولوا إنه أي شيء بيقدر الواحد يعمله عن جد هو بالبيت. فهو كان مثل ما قلت إنه تفكير بالمشاكل بالمجتمع، مناقشة أحلام الفريق. تمام. وهيك. بس كيف الدول كلياتها كيف عم تجتمعوا مع بعض؟ تمام. كيف عم تشاركوا أفكاركم مع كل بعض؟ كلياته هو أونلاين، يعني يعني إحنا في عنا جروب فيسبوك للفرق موجودة. ونحن أصلاً حتى يعني بينطلب مننا يعني كل تحدي بينطلب نصور فيديو ونبعته للمسابقة. فعن طريق هاي الجروب كل الفرق عم تواصل مع بعضها. هلا السنة بما إنه رجع بمعظم الدول يعني الحظر صار جزئي أو شبه ماله موجود. فرجع السنة صارت مزيج من فكر أفكار السنتين الماضيين، رجع في تحديات تقنية روبوتك وغيرها، وظلت موضوع التحديات اللي هي مثل انه مناقشة افكار بالمشاكل بالمجتمع واقتراح حلول لها. تمام، حلو كتير. وحلو غير انه نحن عم نطلع افكار ابداعية وحلول لمشاكل موجودة ببلادنا او ببلاد اخرى. كمان نحن عم نتعرف على ثقافات وشعوب تانية، يعني الفكر السوري ممكن يكون غير فكر جنوب افريقيا، غير فكر المكسيك، غير فكر، ولكن تتلاقح الافكار مع بعضها. تعاونتوا مع فريق غينيا بيساو، خبرنا اكثر. تمام. هلا نحن هو المسابقه هي السنه بما انه يعني اونلاين لساتها، فلا حبوا انه هن ما انه يضل خلص كل فريق بحد ذاته هو عم يشتغل، فمطلوب مننا كان انه نشكل تحالفات مع دول ثانيه. حلو. فخصوصي نحن السنه مثل ما حكيت عم نحكي عن موضوع التعليم، يعني المشكله هي اللي عم نحاول نحلها. فلقينا فريق غينيا بيساو كمان هن يحكوا عن مشاكل التعليم، وضع بلدهم مثل قريب لوضع بلدنا، المشاكل اللي نحن عم نواجهها بالتعليم متشابهه مع المشاكل اللي عندهم، فاخترنا نتحالف معهم ونشتغل سوا على حل مشترك بيتناسب مع البلدين. طيب خلونا نشوف شوي هيك فيديو صغير عن فكره التحالف مع غينيا بيساو وراجعين. No está contente para trabajar con equipo de Siria. Porque es bueno trabajar con gente de cultura diferente. Y su forma de pensar diferente. No es diferente. فإن المشاكل التي تواجهها بلادنا متشابهة. لذا فلدينا وجهتين نظر مختلفتين من أجل الحل. لهذا نعتقد أننا نشكل تحالفا جيدا جدا. التعاون قوة.
يعطيكم ألف عافية. أكيد بنتمنى لكم كل التوفيق وتوصلوا للمكان يلي أنتوا بتتمنوه وبتحلموا فيه دائما. هلأ بأي مرحلة صرنا؟ تمام. هلأ هي المسابقة بشكل عام استمرت ثلاث مراحل. كانت المرحلة الأولى أنه كل فريق أول شيء يناقش مشاكل بلده ويقترح حل إلها. الثانية كان أنه الفرق تدرس بعضها وتختار مين عن جد اللي حيكون الشريك المناسب. كم فريق في منافس؟ كم دولة مشاركة تقريباً؟ صور حوالي 100. مين دولة؟ ويمكن أسهل السنة والسنة الماضية لأنه أونلاين. أكيد. فالكل بيقدر يشارك. تمام تمام. والمرحلة الثالثة اللي هي نحن هلأ فيها اللي هي إنه نحن كتحالف عم نشتغل مع بعض على الحل المشترك تبعنا. هلأ الخطوة التالية شو بتكون؟ هلأ هي نحن تقريبا هلأ معنا 18 أيلول بموضوع هذا التحدي الحلول اللي هو موضوع التعليم. لحتى بقى 10 أيام بعدها؟ بقى 10 أيام هدول هن يعني للتحديات التقنية الثانية. أوكي تمام؟ يعني تحديد المشكلة البحثية وطريقة البحث والمنهجية كلها هذا الحكي ضمن هلأ هي المرحلة الثالثة. هلأ عم تعملوها هي أصعب مرحلة بالبحث العلمي والأكاديمي. ختاما طلعوا نتائج البكالوريا من شوي وهلا المفاضله على البواب رح تطلع. عم يدرسوا وزاره التعليم العالي ورؤساء الجامعات اليه تحديد المفاضله والقدره الاستيعابيه. انت السنه الجايه بكالوريا بظن من هلا عم تحضر ما؟ اكيد طبعا. شو طموحك؟ طموحي مبدئيا ناوي ادرس هندسه هيك مختار ولقيت انه دخولي بالفريق بس محتار هندسه شو يعني ميكانيك ولا معلوماتيه ولا هندسه حواسيب ولا شو او اتصالات. تمام. بس بظن انه مشاركتي بالفريق وكون انه عضو بالفريق رح ساعدني اختار باعتبار انه انا كنت عم بشتغل ميكانيك وعم بشتغل يعني مبعد عن قصص يعني ميكانيك وروبوت تطبيق كذا فرح يساعدني يعني حسيت ميولك اكثر. تمام. ميكاترونكس هي بتدمج كثير قصص. تمام. يعني بتدمج ميكانيك مع التكنولوجيا يعني مع البرمجه. حلو. اكيد نحن بنتمنى لك كل التوفيق. بتمنى اول شيء انك تجيب علامات عاليه ان شاء الله يبيض الوش ولحتى تقدر تدخل المجال اللي بتتمناه وبتحلم فيه. شكرا لك سامر على وجودك معنا لليوم. واستاذ مهند اهلا وسهلا فيك موفقين يا رب. واكيد نحن متابعين معكم ان شاء الله يا رب هيك بتحققوا كل شو بتتمنوا. شكرا لوجودكم ويعطيكم الف عافيه. الله يعافيكم.